يحتفل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالسنة الأمازيغية الجديدة تحت شعار يناير 1971 جميعا من أجل الصحة والطمأنينة والسلام. وبهذه المناسبة يتمنى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لسائر العاملين به وللمغاربة وللبشرية جمعاء الصحة والطمأنينة والسلام والسكينة، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية الصحية والعامة، مع المتمنيات بأن تكون هذه السنة الجديدة أفضل من سابقتها وتكون بذلك حافلة بالسلم والأمان وبكل القيم الجميلة. أيتما ديستما استثمار جيجان وسينا جلدان تسنا تمازيخت أدون نيني أسقوا سمينو يغودان يفولكين إشنان دا أرون سيتيم توقت نتخوسيوين فولكينين ظلنين أرون سيتيم تدوسي نيخسان ولا تيغزي نتودرت تومرت كله ما دي حلان غيقين دونيت. ولعل هذه المناسبة فرصة للتذكير بالقيم الجميلة التي يحملها الاحتفال بهذه السنة الأمازيغية الجديدة لدى سائر الأمازيغ، ومنها تعزيز السلام والتضامن وتتمين المنتوجات الفلاحية التي تقدمها الأرض للسكان وما يرافق ذلك من أبعاد ودلالات أنثروبولوجية وثقافية جد عميقة. وأملنا هذه السنة أن يتم الاعتراف برأس السنة الأمازيغية الجديدة كمناسبة رسمية وطنية كسائر الأعياد والمناسبات الرسمية. سيتي مغاوم يجنو سقواس ذا سبحان نرون سيريم أسقواس أمازيغ إغودان يناير 1971 مرة أفاد التلي تدوسي تكوني صغيرت